رمضان كريم عليكم مشاهدينا، وكل عام وانتم بألف خير. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو شاعر جدا مميز وكبير وعنده العديد من الأشعار، واليوم احنا بحلقتنا راح نسمع أشعار بحياته مسامعها. تابعوا الحلقة. الشعر الشاعر ما يروح له، عادة القصيدة هي اللي تجي للشاعر، لكن لأنه تكون طقوس رمضان طقوس مختلفة من حيث العبادات، السلوكيات الناس، هذا الطقس الجميل أكيد يولد قصيدة تكون مغايرة، تكون شيء يعني قريب من رمضان، بروحانيات أكثر. ويعني الوقت وقت المساء هو الأفضل أكيد للكتابة، يعني اللي هو ما بين الليل والسحور هذا وقت الأجمل للكتابة. يعني أستاذ، تقدر تسمعنا ولو بيت بسيط من القصائد اللي أنت كاتبها الأقرب إلى قلبك؟ والله هواي هو قصد، لكن أستاذ علي يعني ذكرني، هو طرح واحدة من القصائد اللي مسجلها تقول: عاشرتك اتندمت، عضيت شفت ندم بس شفتك محمر، حلمك سلب راحتي ما بين جفن وجفن، ناصب لكم سيطرة، تطلب وقل لك نعم، ما رجعت لك طلب، خلقي خلق مقبرة، نخلة وثمر حملت وبفياي ظل نمت، بضلوعي ما قصرت لما انصرت قنطرة، مكسور جنح أصبحت عصفور وبشف طفل، هم تقنعي طيرة لا الطفل عنده عقل ولا جنه عندي وأهج أبقى المتى يا ترى، ما بين جرح وجرح لك مودوا هالملح، قد ما صرت لك سمح لك ما تلزم انسر، مو شرط الأبيض نده وتشوف لون القطن، مرات تقرا تشفن وبدلة عرس ينقرى، شوف البخور اقتنع يختلف من يشتعل، يشعلونه مرة فرح مرات بالمقبرة، بريسم تقول لي خشن وعاقول اقول لك قطن، نيت من ودك تحن بس نيتك محير. صح لسانك، شكرا جزيلا. مشاهدينا خلونا ننتقل للصدفة، شبابنا جيل المستقبل الجيل الواعد ان شاء الله، اهلا وسهلا بكم مره ثانيه، نورتونا. اهلا وسهلا بيك. شنو رايكم بالشعر وهل عندكم تجربه في هذا الموضوع؟ والله الشعر عسار، انت محضر شعر؟ بالنسبة لي أحب الشعر ومرات الشعر. عندك تجربة في كتابة الشعر؟ لا نحفظ شعر. نحفظ بس يعني قليل نكتب. قليل مرات يعني قليل نكتب يعني. بس أنا جيت اليوم أنا محضر شعر. زين تقدر تقرأ لنا إياه؟ تمام يعني بس شعر يعني شعر جديد يعني على الموديل الجديد يعني مو مال. مو مهم. احترامات الأستاذ يعني مو من نفس الشعر القديم وهاي الموسيقى القديمة. شو بيك؟ ذكرتني بالقديم. لا ست يعني هذا الشعر هاي اللي خليتك وياه صدى يعني صدى هذا الجديد مو الموسيقى القديمه. انا استاذ هاي الموسيقى مالتكم تخلونها تفضل. ويا الشعر نعم. لا انا هذا الصدى خليته يعني ويا الشعر اللي كتبته انا. تفضل. اكيد على الشعر. الشعر يقول: ايش قد ما تنثر زهر يطلع لك ازهر. الله. هر 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 استاذ، هاي هر هر يعني صدى الصوت، الصدى مال الصوت يعني. اي استاذ جميل حلو صدى مال الصوت يعني هسه احنا بنسمعهم من حقهم يعني اكيد تسمعهم. هاي بالموديل الجديد يعني مال الشعر احنا لازم نخلي بيها صدى. تفضل تفضل كلش حلو تفضل. بس على شيء مال هر 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 في شيء جديد اكمل لك شعر. ايش قد ما تنثر زهر يطلع لك ازهر، هر هر هر. الله. ايش قد يعني انت كاتبه على ازهر؟ ها هو الاخ ازهر مو؟ نعم. هو اكيد هو الشعر يعني نعم. على الزهراء عادي بس اللي يكتب على صديقه يعني اكيد يكتب. لا لا الزهر يطلع لك مثل بيسان. لا هسه على اثر خلينا. ايش قد ما تنثر زهر يطلع لك ازهر، ايش قد ما تباوع على الزهر يطلع لك ازهر، هر هر هر. ست هذا الشعر كتبته مناشدة على الثروة السمكية حتى تبقى حية. يا أخي يجون يذبون هذا الزهر بالسمك، صدق كذب والله العظيم ما يستحون وسلامتكم. يعني قصده بالجناس الأول علي أنا، الجناس الثاني على الزهر يعني هذا اللي يشمرون للسمك. حلو جميل.
زين انت اذا تريد تصور هالهاي القصيده مثلا تمنتجها وتنزلها بقناتك على اليوتيوب انت كيوتيوبر، فرضا جبنا لك الاستاذ كريم يلقيها راح تلبسه فد زي معين، راح يكون عندك فد ديكوريشن لوكيشن. لا هي يعني شلون اقول لك، مثلا الاستاذ عادي تقراها اصورك اياها. انا اقرا هذه؟ ليش؟ هاي شنو؟ جميل استاذ اصلا. يعني انا هسه طلبك انا رافضه يعني، ما انا ما انتظر هو. هم صدفه يعني، هم شعراء صدفه بالله، انت قلتي صدفه. هسه اخو انتم هم ممثلين، هم بالدرجه الاولى ممثلين، عندهم قناه على اليوتيوب. استاذ انا مو شعراء بس يعني نكتب شعر عادي. ايش تكتب؟ هر هر يعني، يعني تريد تسمع الناس هر هر؟ معقوله يعني؟ هاي صدى استاذ مو قصدي. هاي صدى استاذ، انطينا فكره الفيديو. هذا الهر هر يعني صدى. هسه انتم بالموسيقى مو تقعد هيك وهاي الكاميرا القديمه وتغوش هيك والاغنيه تطلع الحي. ادري ما يخالف، بس انت انت جاي تعالج ثروه سمكيه بقصيده. استاذ هاي الهر هر مو وش اسمه استاذ؟ بعدين وين استاذ؟ قاطع كلامك بخير، قصدي ازهر هر هر. ما اعرف، خل تنتقل بيسان للاخ بلكي صدق يعني اكو شاعريه بالموضوع. حسن ما اعرف ليش استاذ ايش بيها قصيده مالتي. استاذ هاي الهر هر ترى مو من ضمن شو اسمه، بس هاي صدى يعني. حسن ما تطلع هنا انا اقول ازهر. هي شخصيتك. خلونا نطلع فاصل، خلينا نطلع فاصل نكمل بعدين مشاهدين الكرام. خلينا نروح فاصل صغير وبعدين نرجع نكمل وياكم. استاذ استاذ هاي بابا شرش ها؟ يعني يعني انت يعني مقتنع؟ انت راضي عن نفسك؟ إيه استاذ هاي يعني قصيده هاي عاديه. شنو 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 قصيده؟ شنو هر شنو استاذ؟ هاي الهر هر مو يعني من ضمن القصيده. لا هسه يعني طبعا انا ما اعتب عليك، انا يعني الطليعه الطليعه اعتبرها قناتي وداعين لهيك برنامج. تحياتنا. معقوله معقوله اني اقابلك حتى اسمع هيك بيت شعر من استاذ؟ انا مو شاعر بس يعني اقرا. احتمال عندهم رساله يقدموها. استاذ هسه يقدموها الشعر ما يكتبون عن قدم يعني، احنا ما نحب الشعر. رساله، الشعراء اصحاب رساله. وين وين القى رساله انت عندك؟ يعني رساله صديقي يعني. هسه انت ما تحب صديقك، انا احب صديقي كتبت لك. ما يخالف ما يخالف، الشعر اكو بيه تشذيب، القصيده يفترض تكون مشدده يعني. استاذ ازهر ازهر اليوتيوبر دخل للغابه وشاف اسد. اي فلما شاف للاسد اجال الهام كتب قصيده يعني نفس الوقت اللي واقف قدام الاسد. فيعني يا ريت لو تسمع لنا اياها ازهر. ها هاي القصيده كلش حلوه اللي كتبتها بغابات الامازون. لا 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 مو يعني هيك بس بس بالفاصل. احنا بالفاصل لا استاذ احنا بفاصل بس خلي سمعك اياها من حقه يعني كتب وتعب. طبعا استاذ ما يعرفك ما يثمنك. صحيح طبعا بالنسبه لي ولا بالنسبه لكرار يعني كرار مشاهداته 2 مليار ونجم ويعني اذا يمكن اذا تقرا القصيده ويصورك يجوز يطققك يعني يوصلك لفد شيء. استاذ صدمت شنو يعني لان 2 مليار حقيقه يعني؟ اي رايك اياها باليوتيوب موجوده؟ هاي تليفون شوف كيا. المهم نجم كبير على راسي. تحياتنا على راسي. انا ما قلت شيء، قلت مشاهداتي. انا حكيت شيء استاذ بالنسبه لش اكو بالذوق العام يعني. ايه؟ تفضل. شنو الذوق بالنسبه للشعر هذا؟ احتمال يتاثر فيك يعني، تاثر ادري بك، تاثر يمكن حتى تنقهر. زين لان صدق كنت بوحده يعني هناك بالغابه لان كنت مسافر انا وكتبت. ذهبت الى غابه. احنا نعرف بك كثير السفر ف ايه يعني دائما حتى مرات بالمطار من نزل من المطار يعني ادفع دائما فد 200 دولار 300 دولار لين اجيب اكثر من 25 كيلو. يعني هاي يفتحون الجنطه الاولى ملابس، الجنطه الثانيه يفتحوها يقولون بيها تراب الوطن، يعني دائما اخذه وياي. الله 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 الله. سمعنا القصيده. شوف تقول الله الاستاذ يضحك ما مصدق. اي المهم القصيده تقول ذهبت الى غابه الانفوان. الله الله. لكي اجلب وردة الارجوان الى حبيبتي حنان. الله الله. استاذ غير واحد هسه بعد ما خل بس خليه يحكي. استاذ غير شاعر وانا قاعد بصفه لازم اقول له الله الله. هسه وش قال؟ هو شاعر دام من يقعد يقعدون جماعته بصفه يصيحوا له الله الله. اي صحيح. يعني انت تكتب فصيح لو شعبي؟ اكتب فصيح ويعني وشعبي عادي. يقول ذهبت الى غابه الانفوان لكي اجلب وردة الارجوان الى حبيبتي حنان. الله. فالتفت فوجدت اسدا يزأر فقلت له انت تزأر وانا ازهر. الله. ونحن اليوم الله. يجب ان نسهر نسعن الذبان. رفعت راسي فرايت الغربان تقول لي ذهبت حنان ذهبت حنان. الله. ما لقيت يعني في دول عيونك في دول عيونك الشعر يعني ما والله ما اعرف يعني ايش. استاذ قلقامش
كتب قصيده راح يجيب استاذ ساب. قبل ما نرجع يعني من الفاصل انه لازم يعني تعاتينا هذا الشعر لازم ما يصير تنتقل شلون يعني ابدا منين غير ابدا من شيء مقبول حتى اتحدث عنه. يعني ابدا من خرابه يعني تكتب ذبان توظفها بقصيده وتريد اصححها شو اسوي يعني استاذ يعني شنو عادي ذبان وتكتب قصيده انت شاعر كبير وعندك مشوار يعني جدا طويل انت لازم تدعمهم هم كشباب حتى يعرفون الصح من الغلط زين انت هسه لازم تقدم لهم رساله او نصيحه بسان انا اقدم مرخصك يعني مو شعراء ونكتب هيك احنا ممثلين بس عادي ماشي وصلت انا عندي قوه ارتجال كلش قويه انا ساني جت شيء ببالي كنت تمشي ولقيته وياي كرار الله آر على الوزن اللي كتبه هو الحديث يعني هاي على الصدى هذا الصدى دائما استاذ هو الصدى لازم بالجديد زين استاذ خلينا نرجع من الفاصل حتى تقدم لهم النصيحه نعم اوكي تمام يلا يلا جاهزين اوكي جاهزين ست رجعنا من الفاصل اعزائنا المشاهدين ومستمر حديثنا وياكم يا الاستاذ كريم دخيل. استاذ انت كشاعر عندك مشوار جدا طويل بهذا الفن نعم. تقدر تقدم لهم نصيحه او رساله يقدرون يمشون بها؟ انا قدمت اكثر من برنامج يعني تلفزيوني بقنوات وين وقنوات شبابيه يعني اكثر من اذا يجوز حضرتك متابع عندك مليارات انت يعني انا عندي برنامج ندى ورود غدا برنامج ندى ورود موجود نعم. باليوتيوب ابالي يقول غدا ريوق وقبل برنامج في ضيافه العهد موجود باليوتيوب نعم. بالله شو اسمه استاذ غدا ريوق ندى ندى ورود انت يعني حتى اذا هاي نطلع من الحوار لا استاذ اسمع لا استاذ بس يعني بس نشوف ندى ورود لا لا حتى يصير ثقافه حوار بيناتنا تمام تمام برنامج ندى ورود نعم ما اعرف شلون تحمل ندى ورود مرحبا هسه هو اسمه شنو اسمه ست اسمك اسم الاستاذ كريم دخيل كريم واحد ما يعرف صوت كريم دخيل معلوماتي على انت ما تعرفه ايه انت مشاهداتك هوايه طبعا اكيد لا استاذ بس يعني ما واحد ما يعرفك ما ادري ايش هرم صوت كريم هرم وين مصر احنا قاعدين ايش فيك والله ما ادري شلون متحمل الاستاذ والله ما ادري شلون متحمل ما أنا ما أعرف أنت جايبة نظيف أستاذ هاي اللي مشاهدات أستاذ أنت جربت الصيحة قدم تلفزيون هترع بيلي كرادش ليش 5000 5000 لا أنا هواي أكو حلقات تعبر المليون أكو حلقات ويا عريان السيد خلف الله يرحمه تعبر المليون أنت غير الشعر إيش عندك ممثل أنا أمثل يا أخي أبقى ممثل وصير خوش ممثل الشعر يعني انا اتعجب يعني واحد اختصاص هسه سالتني عن التمثيل تخافون الشعر تخافون ما اقدر امثل ها تخافون منين اخاف تخافون يعني انت تقول انا عندي عابر المليون كرار انت المشهد اللي مساحته ايش قد وصل مساحته 18 مليون 18 مليون مساحه تقول لي عابر المليون فاكيد اذا نجح انتوا اذا اردتوا تقدمون فد فيديو معين على اليوتيوب أيه. وتنزلونه فرضا اردتوا تاخذون استاذ كريم كممثل وياكم حتى تصعد نسبة مشاهداتكم بالقناة تصعد نسبة مشاهدات اكيد استاذ استاذ كبير سوي طش شنو تريد تقدر تقدم له من مشهد تمثيلي يليق به المشهد التمثيلي عندنا مشهد محضرينه هذا الاسبوع تفضل بس يعني نقدر نعدل به نضيف 10 ثواني 20 ثانيه نقدر نضيف بها الاستاذ واحتمال يضيف لكم هو ايضا شعر على المشهد بعد اذا عنده شعر يعني ب 10 ثواني تمام نصرف لكم المشهد تفضل البابا اشوف العشر ثواني الاخيره يعني مو الاخيره مو بالخاتمه مال المشهد القبلها هسه جت عندنا مشهد احنا كوميدي نمثله انا وياه مشهد كوميدي يعني مضحك بس نقدر نضيف له فد 10 ثواني 20 ثانيه نخلي بها شاعر تفضل المشهد مال مرتك تكتب كوميدي عادي وياكم بهالطريقه يعني انا اكتب لا يعني قصيده كوميديه تكتب لا انا جاد جاد طبعا اي عادي نعطيه دور جاد عادي ما يخالف نسوي مشهد حزين عن الصداقة لا المشهد الأخير مع البيت من قبل اللقطة قبل الأخيرة من السطح وتشمر علي أنت طشت علي من شمر طشت أنت شمر علي أستاذ من يوقع طشت أنت سوي طش والله أستاذ كريم أنا حلم أعطيك عليه 200 دولار حلم كنت أقعد وياك كنت أنا حلم حياتي أني أقعد وياك وبأشرف بمعرفتك بس انا ما اتحمل هذا اللي يصير هاي التفاهات انا ما اعرف استاذ عمار ما اعرف شو التفاهه استاذ انت دائما تقول طش راح طش خلينا نطلع فاصل استاذ يلا بابا عيب يعني مشاهدينا الكرام خلينا نروح فاصل صغير بعدها نرجع نكمل وياكم ابقوا ويانا
ساتم تقول طش راح استاذ شنو التفاهات هذه؟ ما تستحون انتم؟ شنو من السهل؟ ما تستحي يعني زين طققك بابا فوق ما راضي فوق ما طققه ما راضي استاذ كريم علي قال ما راضي تحترون ثقافة الحوار تحكون عدل تصيرون بشكل مؤدب انا ابقى وياكم ما لا لا ما ريلاكس وياك استاذ هم شباب انت من المفروض انه تدعمهم يعني بيش ادعمهم؟ هذا حزام ناسف اذا اخليه ما يطق والله شنو من حزام ناسف ما يطق يطق استاذ شنو هالكلام هذا ترى بعدنا شباب صغار انا تطقون لا تحكي لي مشاهدات ومشاهدات اذا اذا اكو ذائقه سخيفه بالشارع شو اسوي لك انا اكون بالمناسبه التاريخ التاريخ ترى مو دائما يدخلون الابطال والمثقفين والزين احيانا السيئين ايضا يدخلون التاريخ ساعات ليش صرت ترى بهالشكل هذا هواي ناس سيئين الان يتابعون ولهم متابعات عاليه وسيء هو يعني مو بالضروره مو بالضروره يعني كاظم اسماعيل القاطع ترى متابعاته مو عاليه بس كاظم اسماعيل القاطع نجم مو مو بالضروره يعني هو هذا قياسك له مدرسه بس انا ما افهم هذا الشاعر كاظم اسماعيل قاطع مدرسه زين خلي يصير نعم. تعاون مشترك خلي مو بالضروره انت تعرفني هسه انا ما محتاج انت تعرفني اي استاذ هذا وانت ما تعرفنا استاذ ما اريد اعرفكم اصلا وهنا بدت عمليه الاستفزاز من قبل كرر وازهر وعلي واني زين انطوا مشهد ثاني غير مشهد الطش اعطيه مشهد ثاني اوكي المشهد هو بدايه المشهد كرر طابق السياره هاي قبل ما نوصل البيت ويخابرني انت وين انت وين تاخرت فاجا انا اتمشى وكرر يعني طابق السياره فافوت انا ما اعطس انت توقف باب محل سير يمي فمن اعطس انا شو تقول انت يرحمكم الله هذا هذا يعني مختصر من مشهد كوميدي يعني مو صعب عليك اكو تكمله مال المشهد بعد بي كوميدي بس هاي التكمله مالته يعني هاي مختصر تاريخك الشعر والتاريخ مالتك يجي يقول لك سوي رحمه الله اذا حضرتك فنان اعرفك هو ممثل وفنان باليوتيوب اشتغل استاذ انا استاذ هو الفنان يعني مو شرط هذا عمار هسه الولد اللي قدامي شنو فنان شاعر قعدته شنو نجم استاذ الفنان الفنان مو نجم الفنان مو شرط ممثل اسوي لي حركه هيك حركه هيك بيها تصير شوف هاي سواها صحيح فنان يعني فن بشغله هسه تعالي من هاي الحلقه متنزل باليوتيوب وشوف الجمهور مالتك لو مالتنا جمهورنا قوي انت ترفعني يعني تقدرون تقومون يا مستاذ كريم تأدون مشهد ازهار والله لا خير بشعر انت ترفعني وهنا استاذ كريم وصل حدها من الاعصاب والاستفزاز وصار كلش عصبي وصعدت عنده الحماوه والشباب بداوا ينطونه شهايد من خلال اشعارهم اللي بحياته ما سامعها ولا بحياته راح يعترف بها بابا انت تساوي فلوس لا الوقت سوي كذا 15 ثانية يعني ورا ما أعطيس مو تقول لي يرحمكم الله اشرب مي تقول لي هني أمري جايب كومبارس زين جايب كومبارس ها جايب كومبارس زين يطلع لك كومبارس لا ترى نجيب شهادة أصلاً أنت تحلم تقعد شنو الشهادة من عندك الشهادة مشاهدات مشاهدات أنا يوم عندي مشاهدات أنت مو هاي شهادة جوما بالبيت هيك المشهد 10 ثواني جوما بالبيت كل واحد يحب يقعد بس تستحق تقعد المفروض تشكر ربك على ليش هم يعني هم شباب هم الفنانين الكبار غير يدعمون غير يدعمونا انا استاذ عمار انا ما اقبل واحد يسوي على صف كريم استاذ استاذ هو ليش عصبي وليش يعني بسرعه هسه احنا شباب وما تنفرزنا احنا شباب المفروض احنا يعني بسرعه كرار تقدر تقوم تأدي الشعر اللي قلت لنا اياه بالبدايه بس تقرأنا اياه كامل و لازم توقف يعني حتى يشوف استاذ انا حبيته هالقصيده اي طبعا اكيد قصيده كلش حلوه قويه طق طق مو طبيعي راح تصعد ترند بس الكاميرا بس عليه يعني لا تطلعون الجماعه مخافوا يعني يطلعون بالفيديو وهنا طلبت من كرار انه يعيد شعر الهر حتى القصد من هاي الحركه حتى نستفز استاذ كريم اكثر ونخليه عصب حتى يثور ضد الشباب نخاف منك مثل باضواءك لا استاذ مو تطلعون وياي بالفيديو هاي الناس يعرفونكم يعني يتابعون حساباتكم يقول القصيده وانت انطي ملاحظاتك عليها يلا يا قصيده اللي راح يقولها هاي القصيده ايش قد ما تنثر زهر يطلع لك ازهر الله بس الكاميرا هنا يعني لا تطلعون يا جماعه ايش قد ما تبا ليش بتقول وراها هم طش ايش قد ما تباوع الزهر بابا ليش ما تقعد يعني استاذ ما لا زهر اقعد عمي استاذ مقدمه اقعد استاذ ما اسمع لك تطلع صوتك علي شو صوتك استاذ انت ضيف منو جايبك انت ضيف من وين استاذ عمار قصيه وينه منو جايبك ضيف استاذ شنو اقعد استاذ اقعد استاذ شنو جاوبت عليه استاذ اه
استاذ واسف يعني من لا لا بالعكس احنا اسفين استاذ كلش اعتذر منك شاعر كبير انت وكل الشوايين نحبك ممثلين انتم شنو رايك بالشعر اللي قاله؟ ازهار هر 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 بس استاذ شنو رايك بينا كممثلين يعني؟ اجاد الدور جدا شكرا يعني شكرا لك شهاده نعتز بها ترى انا كلش هادئ بس استفزازهم عالي حيل واستغربت يعني ما اعرف يعني علي من التفت لا المخرج يرجع لي موضوع غريب جدا هاي ما طشهم وانا اقول لك شلون تحملهم بس اريدك ما اتحمل انا بطبيعتي بس استاذ شو تحب تقول لجمهورك شعريا؟ والله ما ادري شو خلي هيك عندي مقطوعه تقول الشعل شمعه بليل فاقد لعزيز انا بعدنا تعبان ان شاء الله اكمل الشعل شمعة بليل فاقد له عزيز العاشر القصبات هذا بروحه ناي الله بظهره ثر طعنات مو مالد غريب وقلت هينه هواي يتحمل قفاي الحكه بظهري خطيه يحس مريض هو لو غالبني ما يحكي وراي الله الله راح اصير سيف ما اريد ان ملاك هواي شو خسر نطيب ومستحاي أكرر اعتذاري من عندكم أنتم الشباب أنا جدا آسفين شكرا للمخرج والكادر الرائع شكرا لك بيسان أنت كنت متعانى وياهم عليها احنا نمشي عندنا نرسم ابتسامة على وجوه مشاهدينا ومشاهدي قناة الطليعة إن شاء الله يا رمضان مبارك عليكم وعلى العراق ويا ربي يرجع العراق بأجمل وأجمل إن شاء الله احنا نعتذر منك شاعرنا الكبير استاذ كريم وهذا كله صار بغرض رسم الابتسامه على وجوه المشاهدين مقالبنا بعدها ما خلصت خلينا نشوف بحلقه باكر ايش راح يصير يعني يباعوا على صفح شلون يعني رقبته مصبوبه مثلا يعني ما يقدر يلتفت يباعوا عليه شيء ده ما يفيدنا بالشغل ما تفيدنا ما تفيد اوه 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 اوه